هذا سائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين جاءوا إليه قوله لهم فمن رغب عن سنتي فليس مني، هل يفهم منه أنهم كفروا لا بذلك؟ لا، فليس مني يعني هذا وعيد ولا يقتضي أنهم كفروا، لكن ليس مني يعني على طريقتي وهي التوسط في العبادة. نعم.